ينفعش واحد حضرتك بتقول احنا جايين تحليل. ده كلام عكس ما حصل. طب ترد عليه. ده كلام لا يمكن ان يستحمله بشر. يعني انا فعلا ده كلام كافي لوحده لاقاله وزير الداخليه وقالت الحكومه كامله. حضرتك ده تفاصيل كلها كده. احنا لازم نقول وانت لازم ترد. انا مصابين استمرار ما اقفلوش مجال التحرير. ما اقفلوش مجمع التحرير. هقول لك بيتكلم عن اصابه اثنين عساكر ان المتظاهرين معاهم خراطيش وهم ما معاهمش خراطيش. طب الناس اللي اتفعت عينيها ده كان من جزء ايه؟ كان من الهواء؟ يوم السبت ده؟ يوم السبت الصبح انا معدي بقول لحضرتك بهاء واخد طلق ناري من قناص في راسه واغلبيه الجثث فيها ميته بالطريقه من طلق ناري في الصدر او في الراس. احمد محمود اول قتيل او اول شهيد كان برصاص في طلق ناري في الصدر وتقرير الشرعي قال كده طلق ناري في صدره. ازاي حضرتك ازاي انا اصدق النهارده ان هو مش كلامك وزاره الداخليه مش ظاهرين هم اللي معاهم خرطوش. بص محمد خلينا نقول لحضرتك مش من حق الواجب ان انتوا تردوا على وزاره الداخليه بس ده بيان رسمي. طيب يعني لازم اسمع رده عليه. اتفضل. اقل ما يقال عن هذا البيان الرسمي اللي طلع بيان امبارح برضه رسمي من رئاسه الوزراء بتشيد بظبط الناس بتاع وزاره الداخليه. اقل شيء الناس دي تمشي وتتحاكم ده ما ينفعش. كانوا قدموا شكر ودعم معنوي.